السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة فتح المواقع المحجوبة بطريقة سهلة جدا وبأسهل طريقة ممكنة. ازاي ان انا لو عندي موقع محجوب اقدر افتحه؟ يبقى ازاي افتح المواقع المحجوبة؟ ولكن قبل ما ابدأ في الشرح، انا بخلي مسؤولية قدام الله عن اي استخدام سيء لهذا الشرح. الشرح قصده العلم بشيء بعض الاشياء التي تستخدم فيما يغضب الله كمواقع إباحية أو غيرها. أنا غير مسؤول عنها، أنا بقدم شرح فتح مواقع محجوبة قد يستفيد منها الغير أو محجوبة لأسباب كتير. زي ما احنا عارفين، في ناس في بلاد معينة بتحجب مواقع لأسباب اقتصادية، سياسية، شخصية، أيا يكن الأسباب. ولكن أنا ده شرح مخصص للناس اللي هتستخدم الشرح استخدام شرعي لا يخالف ما أمر الله به، يعني مش لفتح مواقع إباحية أو ما غير ذلك. أنا غير مسؤول عنه، أنا دي أداة وعلم أنا بنشره للاستفادة منه في الخير، أو في الناس تستفيد منه استفادة سليمة وصحيحة. دي أداة في إيدينا نقدر إن احنا نستخدمها استخدام خاطئ، ونقدر إن احنا نستخدمها استخدام سيء. فأنا بخلي مسؤوليتي أمام الله قدام أي حد يستخدمه استخدام سيء. أبدأ شرح. زي ما احنا شايفين، ده موقع قدامي هوتي محجوب عندي، أنا ضغطت انتر كده لأن هو محجوب، هو زي ما احنا شايفين تمام. بكل سهولة كل اللي احنا هنحتاجه هننزل متصفح الأوبرا بآخر إصدار لي. حتى موقع الأوبرا ممكن تلاقيه معمول له مثلا برضه نفس الكلام إخفاء. فبكل سهولة كل اللي انت بتعمله، هنعمل سيرش بسيط كده على كلمة اوبرا زي ما احنا شايفين، هنزل تحت كده هلاقي افضل حاجة اللي هو ده، هضغط عليه كده دلوقتي، هضغط عليه كده هلاقي الصفحة اللي قدامنا دي. كلام سليم، بضغط على قم بالتحميل، قم بالتحميل لاوبرا تمام. طيب بعد ما هحمله هينزل واثبته عادي بكل سهولة. تنزيل الان، هينزل ولا لا؟ بيقول لي حفظ، اقول له حفظ سيف، وبيبدأ حفظ الملف بكل سهولة عندي. تثبيته ممكن ان احنا نفتحه، اضغط كده وابدأ تثبيت المتصفح هذا خلاص، اقول له ران وابدأ ان انا اعمله عملية تثبيت المتصفح عندي بكل سهولة. ده كان طريقة تثبيت المتصفح اللي هنستخدمه في عملية فتح المواقع المحجوبة بكل سهولة. طبعا لو ما طلعتوش او الموقع عندك فيه مشكلة، في كذا حاجة ممكن تثبته منها. نعمل باك عشان بس نشوف في كذا موقع، ولكن انا هسيب الموقع ده قدامنا اللي هو اللي انا نزلت منه ده، موقع كويس في تنزيله على الجهاز عندك. طيب بعد كده ايه اللي انا هعمله؟ بعد متصفح اهو نازل قدامي اهو، كل اللي انا بعمله بعد ما نزلت المتصفح تمام، بروح هنا على الايقونه اللي فوق دي اللي احنا شايفينها على الشمال، على الشمال اهي، بجيب نيو برايفت ويندوز. ده بيفتح نسخه من البرنامج برايفت، ما بتسمحش ان هي تعمل تقدر تسجل او اي حاجة انت بتعمل براوزنج بيها، ما بتسجلهاش زي المواقع او البحث او غيره تمام. يبقى بضغط هنا وبجيب نيو برايفت ويندوز، بيظهر لي زي ما احنا شايفين كده العمل اللي قدامنا دي. بشغل كلمة الفي بي ان اللي احنا شايفينها، ده في بي ان داخلي جوه الاوبرا نفسه، ده في بي ان داخلي جوه الاوبرا نفسه، بضغط عليه كده وبفعله، هو بيبقى مطفي كده عندك تمام، بتقوم انت مفعله كده يبقى اون تمام. وهرجع تاني الموقع المقفول عندي اللي هو ده، هاخده كوبي اروح هنا اشوف هيفتح معايا ولا لا. اهو على بيست اند جو، الاقي ان هو فتح عندي عادي خالص بكل سهوله. طيب في برضو موقع الاوبرا كان مغلق، طبعا هسيب موقع الاوبرا نفسه مفتوح عندكم اهو،
حط انا الاثنين سواء موقع الاوبرا ده، موقع الاوبرا نقدر نعمل داونلود للمتصفح عادي داونلود ناو، احط الرابط ده والرابط التاني لو الرابط ده مش متاح عندك. ده كان شرح سهل وسريع لطريقة فتح المواقع المحجوبة باستخدام متصفح الاوبرا بكل سهولة عندك على جهاز، تقدر ان انت تتصفح كل ما تحتاجه على الانترنت في الخير وفي ما لا يخالف شرع الله ان شاء الله. اتمنى يكون الشرح مفيد وواضح. لو في استفسارات من اشوف التعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.